على ساحل بحر مرمرة مباشرة بمركز اسطنبول في منطقة زيتنبورنو. اقتني شقتك في مشروع الهدى 1202 واحصل على عرض رأس السنة الميلادية، تصميم داخلي لديكور الشقة، بالإضافة لرسوم معاملة الجنسية التركية مجانا لك ولعائلتك، مقدمة من شركة الهدى للاستثمار والتطوير العقاري. يبعد هذا المشروع عن محطة مترو مرمرة 5 دقائق فقط، وهو قريب من نفق أوراسيا المخصص للسيارات والذي يصل قسمي اسطنبول الأوروبي والآسيوي. المشروع مخاط أيضا بأماكن ومرافق مهمة مثل المراكز التجارية، ومنها مول فورم مرمرة ومول أوليفيوم ومشفى أوراسيا، وهو يبعد 25 دقيقة فقط عن جامعة اسطنبول، أقدم وأهم جامعة في تركيا. يتألف مشروع الهدى 1202 من 6 كتل منفصلة مبنية على مساحة 63,000 متر مربع، تضم 680 شقة تبدأ من غرفة وصالة بمساحة 70 متر مربع، وتصل لحد 262 متر مربع للأربعة غرف وصالة. يضم المجمع أيضا شقق دوبليكس، وهي 3 غرف وصالة أو 4 غرف وصالة بمساحات تتراوح بين 210 و284 متر مربع. وقد تم توزيع الكتل 6 بطريقة تضمن إطلالة على البحر لجميع الشقق بشكل أو بآخر، ذلك بالإضافة للإطلالة على المساحات الخضراء الواسعة الموجودة ضمن أرض المجمع. مشروعنا هذا عبارة عن مدينة متكاملة فيها كل المرافق الخدمية والترفيهية التي تحتاجها من مطاعم ومتاجر متنوعة وكافيه وملاعب وحدائق وساحات لعب للأطفال، إضافة إلى حوضي سباحة داخلي وخارجي، مع إمكانية الحصول على الجنسية التركية لكل شقة في المجمع السكني. تبدأ الأسعار من 1,500,000 ليرة تركية، خدمات ما بعد البيع لدينا لمدة 3 سنوات وبشكل مجاني. تواصل معنا للحصول على تفاصيل أكثر. الهدى للاستثمار والتطوير العقاري، ثقة وأمان.